يقول وإذا أراد بعبده الشر. الشر طبعا هنا ليس من فعل الله، لا يفعل الشر، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، ولذلك من دعائنا والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله فعلا، وإنما ينسب إلى الله خلقا سبحانه وتعالى. الله لا يفعل الشر جل وعلا، ولكن الشر في حق العبد أنه سيعاقب عليه يوم القيامة، هذا هو الشر الذي سيناله، لكن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وهناك قول لبعض السلف رحمه الله تعالى يقول لولا المصائب لأتينا يوم القيامة مفاليس، أو لخرجنا من الدنيا مفاليس، يعني لأن هذه المصائب تكفر الذنوب، هذه المصائب تكفر ذنوب العباد.